زاير محمد هشام مدرب حراس مولودية البيض. صار لنا هذا الحادث الأليم اللي زعما ما قدر الله وما شاء فعل، اللي مشاو لنا زوج حبيبنا مسكين، كاين ان غارديان ثاني مسكين مزيان يطلبوا له الرحمه، ولا جوان تاعنا خالد يطلبوا له ثاني الرحمه. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله. وش باغي نقول لكم، ونشكر ثاني ناس السوبر اللي زعما قاموا بينا، وثاني الطاقم الطبي هنايا، المدير تاع الصحه، وسيد الوالي تاع مولدات ولايه تيارت. نشكرهم نشكرهم زعما بزاف، ناس تيارت وناس السوبر نشكرهم بزاف. والله الشوفير بالك ما عرفش الفيراج، خرجنا في فيراج تلقينا رواحنا كار مقلوب كل خطرات ويتقلب، ونقدم التعازي لعائلات الفقيدان، نطلب لهم ربي يرحمهم، ونطلب لاهلهم الصبر وقدر الله ما شاء فعل. وش الله غالب، نطلب لهم الرحمه، ندعو لهم الرحمه. وش غادي نقول لهم؟ الله يرحمهم السعاده. نعزي عائلة زكريا بوزياني، خونا الكبير اللي راه في ثلاث ايام نشهد له امام الله باللي سيدي يصلي ويخاف ربي، في ثلاث ايام ينوضنا الفجر ويصلي صلاته في وقتها. انسان كان حاس بلي غادي يلاقي مولاه، كنا ديمارو صلى بينا صلاة المغرب جماعة زكي بوزياني، وخالد مفتاح صلى وقاته كاع تاني. يستاهلوا ندعو لهم بالرحمه للزوج، وحنا الله يصبرنا، الله يصبر كاع اصحابه والعائله الرياضيه، قال ربي يصبرها، ربي يصبر الزوجه تاعها، يصبر خوته وعائلته كاع ان شاء الله. السلام عليكم، يعطيكم الصحه على هذا حسن المعامله وحسن اللي قمتوا بنا، ربي يحفظكم وعظم الله اجر اللي ماتوا اهلهم، ربي يصبرهم. وإحنا هذا قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله يا ربي يحفظنا. نوجهين تزوز باش نلعبوا مقابله تاعنا يوم الجمعه، قدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله على كل حال. مع الاسف الشديد اسف، هذا امر الله، وفونا زوج من الوفد اللي هما حارس المرمى المرحوم زكي بوزياني ومساعد مدرب المرحوم خالد مفتاح، والبقيه كلهم اصاباتهم خفيفه والحمد لله راهم في احسن الاحوال.